أنا برأيي المبادرة هي التركية اللي طلعت منيحة، خلي أخي يكون لكل طرفين هذول عم يتحاربوا، هذا له راس ينحكى معه، هذا بصير مفاوضات سهلة، ما هو إنه 100 زلمة يقعد ما يمشي الحال، تحكي مع 100 بني آدم مش عم تدفعهم ولا شغلة، راس واحد زلمة واحد ينحكى معه بس. نرجو من الله عز وجل أن تكون مبادرة تركية لخير، مشان نتوحد هالفصائل ونعطينا من النظام الكافر نصيري. إن شاء الله أنه المبادرة تبع تركيا إن شاء الله أنه تكون لخير، نتوحد نصير كل سوريا اسم جيش واحد، إن شاء الله كل الشعب يتوحد يصير سوا، وإن شاء الله أنه يصير هيك أعمال كبيرة بعد التوحد، وإن شاء الله إنه نحن هون ثابتين بنقاطنا، إن شاء الله آخر نقطة دم فينا. بالنسبة لتركيا نحن مبادرة حلوة منا إنه تجمع هالفصائل العسكرية كلها مع بعضها، برأيي إنه توحد كلمة إنه جيش الوطن، وجيش الوطن هو أكبر عبارة لإلنا، أكبر عبارة لإلنا إنه شغلة بالنسبة لإلنا نتوحد تحت راية واحدة ونشتغل بنور الله. يعني انا برايي انه جيش واحد خلينا نخلص بقى، صارنا 6 7 سنين ما كان يصير جيش واحد هيك تنحل امورنا شوي. تركيا امريكا بيسووا جيش يسووا بس المهم نخلص.